وتنضم إلينا عبر الإنترنت من الجليل سيدة نيفين أبو رحمون النائبة السابقة بالكنيست الإسرائيلي. نيفين، أحييك على الجزيرة مباشر. يعني أريد أن أقرأ معك في دلالات المشهد الذي عرضناه الآن، الاشتباك بالأيدي بين أنصار بن غفير وبين رافضين له يصفونه بأنه قاتل، أنصار بن غفير يصفون الآخرين بأنهم يساريين خونة إلى آخره. هذا المشهد هل يحمل دلالات ما داخل المجتمع الإسرائيلي سيدة نيفين أم لا؟ نعم، أكيد بدون شك أنه بعد 7 أكتوبر هنالك تعميق للتصدعات الداخلية داخل المجتمع الإسرائيلي، وهذا ينعكس فعليا في ظل تراجع ثقة الجمهور بنتنياهو كقائد لهذه المعركة أولا، وثانيا لحكومته التي يعني تغوص في هذا العدوان دون أي تحقيق لأي هدف من الأهداف التي أعلنتها لهذا الجمهور بشكل فعلي. وبالتالي هو يحاول كل مرة أن يصدر لجمهوره يعني حجة ما من أجل استعادة ثقة الجمهور حول استمرار هذا العدوان. المفارقة هي أن هنالك إجماع إسرائيلي يعني تسيطر على المشهد الإسرائيلي برغبتهم في الانتقام من 7 أكتوبر، بمعنى الاستمرار في هذا العدوان، ولكن الإخفاق الكبير الذي يعني يتحمله قيادات العسكرية والإسرائيلية يعني والسياسية هو عدم تحقيق أي شيء، خصوصا فيما يتعلق في القضاء على حماس أو فيما يتعلق في استعادة الأسرى. وبالتالي هذا ينعكس في هذه المناسبات الجماهيرية التي يكون من خلالها حضور وحشد جمهور إسرائيلي يعبر بالأساس عن رغبة أهالي الأسرى تحديدا في استعادة أبنائهم، ولكن بالمجمل واضح أن هنالك تغييب لهذه الرغبة من قبل الإعلام الإسرائيلي وأيضا القيادة السياسية، وهنالك تغليب للمسار العسكري على حساب المسار السياسي، وواضح أن ذلك ينعكس أيضا في رغبة نتنياهو. يعني نتنياهو فعليا يمنع تقدم المفاوضات. إذا عدنا للأسباب، هذا أيضا متعلق في مدى جهوزيته بأن يتحمل مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر الذي يندرج ضمن إخفاق المنظومة الأمنية السياسية والاستخباراتية. هو يريد إطالة أمد هذه الحرب من أجل إطالة حكمه السياسي، خصوصا في ظل نعم. يعني هذا التراجع الذي نتحدث عنه ويعني فقدان الثقة، ولكن يعني فعليا يريد أن يصدر لجمهوره صورة بطل قومي يعني قادر على إدارة المعركة. لذلك هو كل مرة من جديد يخاطب الجمهور بأنه يعني يريد أن ينتقم، يريد أن يستمر في هذا العدوان من أجل تحقيق الأهداف المعلنة. يعني واضح أن نتنياهو ما زال يراوغ من أجل التخلص من الضغوط الواقعة عليه، أولا بفعل يعني الاحتجاج لأهالي الأسرى، وأيضا بفعل تواجد الصهيونية الدينية على رأس حكومته التي تصر كل مرة من جديد على الاستمرار في هذا العدوان. نعم. سيدة نيفين، يعني عفوا للمقاطعة، لكن هذه نقطة مهمة أنت طرحتيها. نعم. لأني أعتقد سؤال الساعة الآن، إلى أي مدى يستطيع نتنياهو أن يبقى على هذه الوتيرة، الإصرار على استمرار الحرب رغم عدم تحقيق الأهداف، يعني إعاقة أي فرصة للتوصل إلى تفاوض ووقف إطلاق نار واستعانة ب يعني الأحزاب اليمينية المتطرفة، إلى أي مدى هو قادر على الاستمرار بهذا الشكل؟ أولا مهم الإشارة أنه نتنياهو وحكومته لديهم مشروع سياسي أيضا في القطاع، يعني هذا يتمثل في إعادة احتلال القطاع، في تقسيمه، في رغبتهم أيضا باستعادة الأمن إلى ما يسمى بمستوطنات غلاف غزة التي بنيت بالأساس من أجل إحكام حصار غزة. بمعنى نتنياهو بدأ عدوانه وهو مهزوم، أولا بفعل طوفان الأقصى، بفعل ضرب المنظومة كما تحدثنا الأمنية والعسكرية، ولكن على الجهة الأخرى هو متورط أيضا بفعل جبهات الإسناد التي تشكل جبهة أخرى عليه، التي يعني نتج عن ذلك تآكل قوة الردع. الآن السؤال إذا هو قادر، يعني قطعي هو غير قادر، ولكن هو يراوغ من أجل ذلك. يعني هنالك أسباب سياسية إلى جانب كل قضية معادلة الأمن القومي. يعني نتحدث في سياق خطاب نتنياهو مثلا اليوم، هو كان لافتا يعني تحدثوا في التقرير عن مغادرة الجمهور الإسرائيلي أثناء إلقاء خطابه، وهذا له دلالات كبيرة حول قبوله كقائد لهذه المرحلة السياسية، وليست فقط على العدوان. يعني حين نتحدث عن المرحلة السياسية نتحدث أيضا عن فعل
التفاوض على الصراع ما بعد العدوان، نتحدث عن ما يسمى في اليوم التالي ما بعد العدوان. يعني واضح أن هنالك إجماع إسرائيلي في رغبة الانتقام، هذا ينعكس في ظل تراجع خطاب المطالبة كما تحدثنا على استعادة الأسرى، طبعا على حساب الاستمرار في هذا العدوان. إذا أخذنا مثلا تصريحات سموتريتش والوزيرة أوريت وزيرة الاستيطان، هناك محاولة يعني واضحة إلى تغليب معادلة الأمن القومي على استعادة الأسرى، وهذا يعزز من موقف نتنياهو وليس العكس بالرغم من عدم قدرته. السؤال إنه كيف يتحول الفعل الاحتجاجي لأهالي الأسرى إلى حالة احتجاجية اجتماعية تتمركز في الشوارع في الضغط على هذه الحكومة. لذلك يعني نتنياهو وإسرائيل كمنظومة أمام أسئلة صعبة الآن ملزمة بالإجابة عليها حول مفهوم ومعنى تحرير الأسرى، الذي يعني إذا رجعنا تاريخيا أخذ منحى مختلف على المستوى التاريخ الإسرائيلي. يعني هذا التعنت هو غير مفهوم، لأنه على مدار سنوات الحروبات الإسرائيلية أولا هي تعنتت بفعل التفوق العسكري لديها إقليميا حتى، وأضف إلى ذلك أيضا كل قضية استعادة الأسرى كان خط أحمر. الآن باعتقادي هنالك انزياح أيضا في خطاب الإعلام الإسرائيلي حول ذلك، وهذا يعكس أيضا رغبة القيادة الإسرائيلية سواء إذا كانت السياسية والعسكرية، وبالتالي هذا يتعلق في الحركة الشعبية الاحتجاجية إلى أي يعني إلى أي مدى هي قادرة من جهة للضغط، ومن جهة أخرى رغبة الجانب الأمريكي. يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني أطلقت تصريحات نارية مؤخرا حول رغبتها في الاستمرار في فعل التفاوض والوساطة وإلى آخره، يعني فعليا هي شريكة فعلية بهذا العدوان. السؤال الآن يعني مدى جديتها في وقف هذا العدوان. يعني باعتقادي الموقف الأقصر والأخلاقي والأصح أكثر يعني كفترة زمنية هو أن يكون يعني تصريح واضح لوقف إطلاق النار والضغط على نتنياهو وسحب يعني تزويد الأسلحة، الذي كان يعني هنالك تصريح على الأقل جيد باعتقادي بموقف الأمريكي في الأسبوع الأخير. سؤال كيف يتترجم ذلك إلى حيز التنفيذ في هذه الشراكة تحديدا، لأنه يعني أمريكا أيضا هي ضرب مشروعها السياسي في 7 أكتوبر، وهي تريد أن تستعيد نفوذها في المنطقة على المستوى الإقليمي، تريد أن تستعيد مشروعها السياسي يعني المرتبط في حل الدولتين، مسار التطبيع أيضا. لذلك هنالك يعني تحديات كبيرة تندرج في الموقف الأمريكي وفي هذه الشراكة وفي ظل تراجعها في الأسبوع الأخير أيضا. طيب بني جانتس حتى هذه اللحظة أيزنكوت على ما يبدو أنهم يعني لا زال بشكل أو بآخر يتمسكون بالبقاء في هذه الحكومة. البعض يقول كلمة السر في النهاية ستكون خروج يعني جانتس وأيزنكوت من هذه الحكومة، التي يعني ببساطة شديدة من الممكن أن تذهب للانهيار، ليس بسبب العدد، هذا مفهوم هو محصن في هذا السياق، لكن بسبب ما سيحدث في الشارع الإسرائيلي بشكل عام. متى من الممكن أن نرى خروج لبني جانتس وأيزنكوت من هذه الحكومة؟ يعني مهم التوضيح أنه في ظل الأزمة الإسرائيلية وفي ظل التصدعات الداخلية وفي ظل عدم تحقيق أي شيء في هذا العدوان بعد 7 شهور، أنه كل قائد سياسي وعسكري هو أيضا يفكر ضمنيا على المستوى الاستراتيجي في مستقبله السياسي، وبالتالي جانتس يفكر في مستقبله السياسي. ولكن باعتقادي يعني ضعف جانتس هو ما زال غير قادر على خلق حالة شعبية أيضا يعني لدى الجمهور الإسرائيلي أيضا أمام نتنياهو بالرغم من تراجع ثقة الجمهور به، بمعنى أنه ما زال هنالك إخفاق، يعني لا يوجد أي قائد سياسي إسرائيلي يتحمل مسؤولية هذه الإخفاقات المتراكمة منذ 7 أكتوبر، وبالتالي هذا يؤدي إلى تراجع شعبية يعني الجميع بما من ضمنهم جانتس أيضا. يعني وبالتالي باعتقادي هو غير قادر فعليا على اتخاذ هذا القرار، متمسك في هذه الحكومة ويأخذ هذا الدور، هو يعني يراوغ من مكانه السياسي وليس فقط باعتقادي، هذا من منطلق ضعف وليس من منطلق قوة. يعني وعلى الوجه الآخر ميدانيا إسرائيل ضعيفة، يعني أنت تتحدث عن عدم تحقيق الهدف الأول وهو تقويض حماس، يعني ضرب مقوماتها العسكرية، القضاء عليها، تتحدث عن استعادة الأسرى، يعني هي قطعا إسرائيل لم تفلح باستعادة أي أسير حتى الآن، يعني واختيارها في المسار العسكري على حساب السياسي هو يعني لا يجلب أي شيء في نهاية المطاف.
أضيف إلى ذلك كل قضية المستوطنات، سواء إذا كان بما يسمى في غلاف غزة أو على الحدود الشمالية ما زالت مشتعلة. حزب الله وجبهات الإسناد يعني فرضوا على إسرائيل جبهة أخرى جعلتها تتكبد خسائر اقتصادية ويعني بشرية، لذلك يعني هنالك ضغط أيضا من قبل المستوطنات يعني المستوطنين الذين نزحوا يعني ما يقارب 150,000 نازح الآن من الحدود الشمالية، يتحملون هذه القيادات تتحمل مسؤولية هذا الإخفاق أيضا، وبالتالي هذا يضعف من اتخاذ هذه القرارات يعني، وبالتالي غانتس يراوغ بما يراوغ فقط ضمن دائرة الحكومة الإسرائيلية وليس أكثر باعتقادي. طيب دعيني أنهي معك بسؤال متعلق، يعني نحاول أن نلخص كل ما ذكرناه. ما القادم؟ ما هي خيارات هذه الحكومة تحت قيادة بنيامين نتنياهو؟ يعني لكي نلخص، مهم بالأساس الإجابة عن من يتحمل مسؤولية فشل 7 أكتوبر إسرائيليا أتحدث. أولا لا يمكن حصر هذا النقاش كما الإعلام يتحدث عنه فقط في منظومة الجيش. هذا الفشل في التحليل ككل ممكن نتيجة يعني التكوين الاجتماعي الطبقي أو حتى الإثني في المجتمع الإسرائيلي، يعني هذا يدخل أيضا كعامل مركزي في هذا العدوان. علاقة هذه الخلفيات المتعددة بنشوء تصدعات داخلية يعني وثقافية داخل منظومة الجيش الإسرائيلية تحديدا في هذه المرحلة. فعليا الجيش شكل عنصرا عضويا في آلية صهر الإسرائيلي يعني على مدار سنوات بعد كل هذه التصدعات. إضافة إلى كل ذلك يعني يقود اليمين الاستيطاني حملة نشطة ضد القيادات العسكرية التي يعني كما تحدثنا تشكل مسؤولية أمام هذا الإخفاق، وعلى الجانب الآخر هنالك تآكل كبير لقوة الردع. فعليا هنالك معادلة مركبة، هجوم 7 أكتوبر عرى المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، وبالتالي ما يحدث الآن يعني تحديدا لكي نرى المشهد كاملا من استقالات هو تحصيل حاصل لتفكك المنظومة وعملها يعني داخل المعادلة. إضافة إلى ذلك أنه منذ اللحظة الأولى نتنياهو بنفسه قاد حملة تحريض وتصدير فشله إلى منظومة الجيش والاستخبارات، الآن بهذه الاستقالة تعادل كرة ليد نتنياهو وعليه يجب أن يحسم يعني كما اللحظة الأولى. هنالك تبادل تهم حول من تقع مسؤولية هذا الإخفاق، وبالتالي هنالك خشية حقيقية من المساءلة حول ذلك لاحقا، يعني كل مرة الإعلام يتحدث عن ذلك. ولكن في سياق الحديث عن استقالات كبار المسؤولين مثلا في الهيئة المسؤولة عن الاستراتيجية السياسية في معادلة الأمن القومي، قد يكون أنه يعني نجد هذه الإجابة. أولا في ظل تراجع فاعلية المنظومة العسكرية والسياسية الإسرائيلية بفعل طوفان الأقصى، كل قيادات الأمن القومي الإسرائيلي شغلت دورا ضروريا، دورا يعني ملحا في محاولة إيجاد صياغة استراتيجية سياسية لإدارة الصراع القائم. يعني عندما نتحدث ما الحل يجب أن نبحث أيضا في البداية على من يدير هذه المعركة. هنالك إخفاق في إدارة المعركة على الأرض أيضا، وبالتالي هذه القيادة قيادة الأمن القومي تحديدا انشغلت كثيرا منذ اللحظة الأولى في طرح قضية ما يسمى في اليوم التالي التي لم تفلح إلى الآن بصياغتها. يعني قد يكون إنه هذا أيضا إخفاق من أجل يعني إيجاد مخرج ما لإسرائيل. لذلك نقول إنه طوفان الأقصى كشف عن العطب التنظيمي أيضا في منظومة الجيش أيضا ودورها من الجهة الأخرى وعلاقتها بالمنظومة السياسية. يعني تحدثت القيادات العسكرية مؤخرا في الإعلام بشكل واضح عن عدم قدرة القيادات السياسية الإسرائيلية على إعطائهم ما يسمى بالغطاء السياسي من أجل معارك عسكرية في الميدان. بمعنى أن بعد كسر المعادلة الأمن القومي تتجه يعني المشهد الإقليمي بشكل عام من جبهات الإسناد ثبات المقاومة ووصول إسرائيل إلى عدم قدرتها على استعادة الأمن والرخاء إلى وضع أنه غير قادرة إلى استعادة مكانة الأمن القومي في المنطقة. وهذا ينعكس بطبيعة الحال على علاقة الجيش بالقيادة السياسية وعلى كل المنظومة الإسرائيلية بشكل عام وإدارتها للمعركة أيضا. نعم بالتأكيد للحديث بقية، لكن أشكرك شكرا جزيلا نيفين أبو رحمون النائبة السابقة بالكنيسة الإسرائيلية، كنت معي من الجليلة.